هلا البنش، راح نكمل الحلقة الثانية من محل وقفنا بريزيدنت ايفل. الثالث كانت هلا جدا حلوة، بقيانا عنا بعد ما ديميتري عطانا المفاتيح، ما عطانا المفاتيح، رسمنا على الخريطة اماكن الاعداء وبلش يهجم عليهم ورجع اجزاء بنتك روز. اوكي اوكي شات، هذا البرميل الزباله هون بدنا ثواني شوي شباب. شفت مربعات؟ وخطر لي انه لازم احط المربع اللي معي، فهيت معناها ضل عندي 3 مربعات مو 4 مربعات، معناها زعيم زعيمين 3. معناتها الام ترنر ايش بدها تسوي بالاخير؟ هذا المفتاح غير مناسب، هذا المفتاح نفس اللي عندي، تعال نجرب هذا المجنح اللي هون. اوكي زبط المفتاح هون شباب. هلا في شغله انا قلت لكم، اول شيء لازم نسويه نروح نعمل مسحه سريع سريع شباب للقريه، نجمع اللوت اللي فيها. اوكي فكل شيء عليه خط او عليه احمر بدنا نروح عليه ونشوف الابار واشغالات. هلا في قدام والكنوز، شايفين الكنوز اللي حدد لي اياهم ديميتري؟ يب هات شوفوا سلاح مجموعه ما فيش، خلينا نروح نجيبهم. انا هيك برايي يعني، ما بيوافقني الراي مشان نعطيه بان شباب من هلا، قصدي يعني احنا نتقبل الحلول الديمقراطيه يعني. اوكي بالشات يعني. اوكي انا ماني داخل على هذا البيت ابدا، بس لوك ابو حد ان تاون. اوكي لمن يهمه الامر، نظرا لطول غياب صانع الات الموسيقى ساحتفظ بمفتاح منزله، يرجى التواصل معي اذا احتجت اليه، تحياتي جوزيف سايمون بستاني. او ماي جاد، متى اللي مقفول والمفتاح عند البستاني؟ وين بيت البستاني؟ طيب لازم هون تكون بالارض المحروثه، هو بيت البستاني هون. ماكو مشكله شباب، خلينا نكمل تجميع اللوت نحن. نايس نايس نايس، شوف شوف اللوت، مادلينا جسد، كل شيء بيلزم هلا للتطوير. هذا البيت خالص، اوكي هون خالص. هلا نطلع من هون. بستاني، من يعثر على بيت البستاني 100 ناقة شباب، 100 ناقة لمن يعثر على بيت البستاني او بيعرف وين بيت البستاني. اوكي مقبرة ورشة، مقبرة ورشة مواقع الرسم، لا معناها بنركز على اللوحات اذا بدنا نعرف وين بيت البستاني. انا لازم ما يعطوني العاب رعب وما فيش. في بير عندنا شباب هون، سكرت طريق هون. طلع فتحوا لنا طريق ثاني هون ما بعرفه. شوفوا كميه اللوت، فيني شايفين شباب؟ معلش شباب ما راح ندخل بالاحداث مباشر، اجباري بدنا نجمع اللوت لانه اوكي في عندنا يعني معارك. في صوت غربان، قلاده نايس، هذول كلهم حاولوا مصاري. هلا البيت هذا خالص، في هون باب بس هذا الباب معنا قفله. ماي جود شاد، لحم عالي الجوده. طيب لحم عالي الجوده فيني استفيد منه بشيء؟ يمكن، لا يمكن اكله شباب، طبعا بيكسب لي لا يمكن اكله. لازم اسيف الاول. وات ذا فاك شباب، في حدا اجى غيرنا. تم انشاء قاعده بالكنيسه، خطه العمليات ال تي كي، تفتيش المعمل. معناها وصلوا شباب. هاي الام ترنر نحن قتلنا، هاي العسلي راح ابلش، هي خايف من هي اكثر شيء، ما اعرف ايش هذا، ما ينتجحش بالمره بس خايف من هاي. هذا حاسه مقرف راح يكون، لا اتوقع بتعرفوا مين؟ نفسه تبع العمليات وصلوا. اوكي هلا الله يسترنا هون، الله يستر. او ماي جاد، اجينا مكان الزعيم اللي انا كنت ايش خايف منه شباب، زعيمة الدمى، مكان الزعيم اللي انا خايف منه. ما عندي خريطة عليها. او ماي جاد شباب، شكلها بتعيد.
شكلها بتعيط شباب. إيلا وات او ماي جاد شباب. Come with me. There's something I have to tell you. Mia? What's going on? Rose feels different. Ethan, huh? You have to fix her. Rose مقطعة حبيبي. Rose صايرة كباب. Everyone leaves me. Even Rose. I don't want to be alone. This can't be real. اي بين فيون 1900 رور فليش هنا ووكس ذا فالي انها تمشي في وادي الموت. Am I losing it? هون بدنا نسوي شيء. تخلى عن ذكرياتك معناته طمعوا الصورة العائلية شباب. هاي الشغلة الوحيدة اللي كانت معي من أول الجيم. What's going on? يا رب استعنا على الشعب الله. تعال معي إيثان. What? منزل هذا المنزل تبعهم. الواحد عنده منزل ما شاء الله. هذا فخ اوكي خلينا نفتش هلا البهو شباب. في شيء هون. انا الغرفه على اليسار مسكره والله. بنت هي كمان حلوه. مو على اليسار على اليمين. اوكي كان في حدا قاعد يشرب هون قهوة وشاي. توردوا كلهم جام باودر شباب. قديش كمية الرصاص كنا راح نصنعها؟ هلو ما في شي هون شباب. هاد اللي انا جيت منه ده. هذا مو انا اللي جيت منه. لا هذا مو انا اللي جيت منه. هلا بالعسل الجديد والله حلوة شباب. ليش كذب؟ احلى من هاي. هاي ما لنا فيها. هاي مو محسوبة. اوكي اوكي بيبي. شكرا. الطريق من هنيك اصلا ما في شيء هون بس تضيع وقت اصلا. طب اذا هاي ما تتأثر بالبرد؟ ما في شيء فوق ابدا بالمرة شباب. في بالبهو حاطين انه لازم يكون في لوت بس انا ماني شايف ايه يعني بالبهو. ما اعرف. اول مره بشوف بيت جدا هادئ. يعني بيت الانسي ديمتري كان شوي يعني جو حار. كل شيء يطلع لك بنت فهمت كيف يعني حركات. حدا يمصك ما ليش هذا في شيء يا اخي. حدا بده يكتب على الحيط شيء؟ ومصاعد واستقبال وايش يعرفني.
واحد اثنين رقم ثلاثة ناقص أشباه قلويات النباتات الجبلية. هذا أحسه في باب سري ورا ما أعرف ليش. يا وحش يا مدام نفيخة، مدام نفيخة يا مدام نفيخة. أو بلش الأكشن موسيقى. أوه هيك بهالسهولة؟ أكيد لا. What? عن جد what? Wait, where's my gun? Oh my god, أسلحتي كلها راحت! ايش يعني؟ افكفك كلياتها؟ خاتم مغطى بالدماء. اوكي. مفتاح. هاي الرجل ما في شيء، الراس. كمان مفتاح. أسلحة وما معي. صوت ولا صوت مايا؟ هذا المفتاح اللازم هون نفتحه. سيف. دي هون قطعة ناقصة. تطلع لي ناقصة شفت منها نفس اللي جوا الإيد طيب. وهذا الباب نفسه المفتاح اللي عم ينفك في كنا نشوفه. يب تقريبا هي القطعة الناقصة بس ما عرفت كيف اطالعها. خليني اكمل فكفكي بهالمخلوقة. صورة ميا هي وميتة. ايام هي دمية لميا. ما مشي الحال، في شي بيتم بدي مثل ملقط. في عندي ملقط يعني. لا ما يمشي الحال، راح اجرب افوز بالمفتاح، اتوقع المفتاح كمان. في على صدره الضمادات مربوطة بقوة تحتاج شيئا لقطعها. هلا ما عاد تعرف تفك الضمادات اخوي، اخوي الضمادات ما عاد تعرف تفك فيك. اسلحتي ياه. اوه هي تبع الجزء السابع، تتذكروا السندية بالجزء السابع؟ حتى سكينتي ما معي. طالع لي انه هون مغلق من الجهة الأخرى، معناتها بهون بهالغرفة لازم ألاقي شيء قطعة. تمام ملقط شغلة لازم هون الاقي شباب. طب اذا عملنا هيك وانتظرنا ممكن يصير شي شباب؟ ما في خطة غبية ما اعرف بس ممكن يصير شي. هون بدنا ارقام. ثواني ثواني عم يرجعها. في عينه ثواني شوي ما شفنا عينه. تاج الى شغله من هي الغرفه، بهي الغرفه اعطيني انه في شغله هون. وات الحنفيه؟ فينا المفتاح المغطى بالدماء. ليش ما طلعت لي لكن اول مره؟ والله كميه الغباء اللي صارت. خاتم زفاف. يعني خبر زفاف اليوم. رقم 052911 052911. اوكي 0 1.
طيب اوكي رجعني لهون، انا ايش استفدت من رجع لهون هلا؟ يعني انا بدي اطلع واسلحتي كلها جوا، سكموني دخلوني بنت صغيره شلحتني. الو شباب لا تاخذوني غدر، ترى اسلحه ما معي اوكي من الاخير، يعني جالس اقول يعني والله هذول الخزينات ما يطمنوا، ما اعرف ليش احس في من وراهم قصه يعني. Why is this here? هذا تبعنا، تبع زواجنا. هناك خطب ما، لازم اتذكر النوتة. كيف كانت النوتة تبع عرسنا شباب؟ تارارارا هذيك تبع العراب، سوري. تارارارا ذكرى لحياتي مع ايثن، لكن مشغل الموسيقى لم يعد يعمل. هلا قررت انك تجي تصلحي مشغل الموسيقى ونحن بهذا الوضع، ايتها الشمطاء العجوز. اذا لحقنا الضربات هيك هيك هيك. الله عليك، النوتة الاولية مزبوطة. ركز معي اوكي، ركز معي عزيزي المشاهد كيف عمك بحده يصلح. على انا مو بس انا تكون سلب الكرات اصلح. شوف بتحط هاي هون تمام، ترجع بتحط هاي هون، بتجيب هاي لهون، ما بتصير تركب هاي لهون كمان، ما هاي جنب هاي هيك اوكي. بتقول الو، بتاخذ اتصال، بترجع بتشغل، يا بتزبط يا ما بتزبط. تعطلت، لا يعمل. هناك خطب ما مره ثانيه، ترجع بتجيب هاي لهون، بتجيب هاي لهون، بتجيب هاي لهون. على الارجح 50% انه هلا تزبط. نرجع بنسمع، بنقول الو ما بتشتغل. بحده عم بيركز بالاصوات، لازم يعرف ليش ما عم تشتغل. بنجرب هلا اوكي، بنرجع بنقول الو، بناخذ اتصال ثاني، على الاغلب انه لازم تشتغل هلا. ما كمان ما اشتغلت، بنرجع بناخذ بنعمل هي هي يلا هلا هيك لازم. ها لازم يعني 99% ما يزبط. معقول هيك؟ اتوقع انه يعني يمكن يمكن مو هيك تمام. اتوقع انه كمان مو هيك. لازم تكون هلا كلياتها مضبوطة، لأن هاي الخدوش كلها مضبوطة. تحياتي لك أبو حجو، لغز كامل بس مشان ايش تجيب ملقط. ماشي، استمتعوا بالمنظر يعني. عيب 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 استاذ شبح، تنزل لي صور نساء عاريات، عيب. نحن انا انسان متزوج ومرتي خشبيه واحترمها، عيب. هذا التحرش اوكي عيب يعني. هلا بنفحص من تمام. لوب 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 الرقم، تتذكروا كان في محل ناقص. اوكي اسحب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ميا انا لا اخونك، يا الشبح بيحاول يتحرش فيني ولكن انا راح اقاوم. انا يعني ثقي بانه زوجك يحبك يا ميا. اوكي في هون. عائلتنا سعيدة، صديقة روز المفضلة في العالم، إنها تحب تلك الخصص الخرافية أهم. أوكي خلينا أول شيء نحطهم ترتيبهم، راح يكون على هذا الجوا أوكي؟ لك مو خاتم زفاف يا حمار. ركب هذا، ركب الفيلم أوكي؟ الصندوق موسيقى، القصة، القصة كانت رقم 2. أول شيء صديقة روز المفضلة في العالم، الدب. أوكي؟ بعدين ثاني شيء إنها تحب تلك القصص الخرافية، ثاني شيء القصة. تمام؟ بعدين أهم شيء لدينا في العالم. يمكن خاتم الزفاف، هدية زفافنا من جدتي، إثبات حب إيثن الأدبي دي. لا أهم شيء هي بنتنا، بعدين الهدية، بعدين إثبات زواجنا، تشغيل الفيلم هلا. هل فضلت الخاتم على بنتي؟ نايس زاك. ليش هالفيلم؟ غيرونا الفيلم يا أخي، بدنا أكشن. في بير. اوه فيلم مو حلو. اوه او ماي جاد،
هذا الفيلم فيلمك بيض. قلت لكم راح يكون في باب سري ولا لا؟ منطقة الألعاب أحيانا شوي تحسه غبي. قال لي ليش؟ ليش رفعت الخط زي ما جون يعني؟ يعني أضربت الأماش الملفوفة على الدمية ما أحسن. عم نلعب نحن ما؟ عم نلعب. ألو؟ Mia? I didn't want to lose you again. I didn't want to destroy this family. Mia, what are you talking about? I love you both so much. I had to. I had to do Mia, it. Mia عايشة ولا شبح Mia? ما أدري. بس Mia مسوي شي جايب العيد. دي هون عندنا لغز ثاني. هذا أتوقع الباب راح ياخذني لهون. هلو؟ شفت ميا؟ لا حدا يتفرج الشباب، اوكي؟ رجاء عيب يعني، اوكي؟ يعني شغلة شرف يعني. هاي القطعة اللي هون. لا ثواني. ها؟ يعني أنا ما في داعي أروح أرجع الآن. لا لهون لا. درج جزء سابع من تذكر إيش صار. كلياتنا نعرف إيش بيصير بالدرج. هذا مو البير تبع الفيلم. ها ورني مفتاح صندوق ال يا رب شباب والله حاز بدي يطلع بدي يهجم علي. ما بدي يطلع. اي هذا ضايع له مفتاح جوا البور شباب. ميا
وضع ما يطمن شباب ابدا ولا 1%. لا تقرب. ايش هذا بس؟ What the f- هاي روز؟ هاي جايز، هلا والله حبايبي. يمكن تشغيله من دون منصهر، لازم يشغل الكهرباء مشان الوحش. تعرفوا انه شكل الوحش مثل المضغ، يعني الولد الجنين والمرة بتنزله هذا ال... لا تأذينا ولا منعزيكم. اوكي روحي، راح افوت لجوا. اوكي خليكي هون برا. اوكي مشكلة، ما معي شيء ابدا شباب، لا اسلحتي لا رصاصي لا اسعافاتي الاولية، يعني اذا بنكمش راح انعجن، حرفيا بنعجن. اتوقع هذا هو المنصهر. رجع المنصهر اخوي رجع، الله يلعنك. مع الساعة اللي قررت فيها انه تجي وتفك المنصهر، ايش هذا؟ ما انت عارفه في قدامنا كتير. Fuck man. اللعبة فيها اولاد ما بتخليك تجيب اولاد. طلع القرف وقت يزحف. الو انا كيف وصلت لهون شباب؟ يا ربي ماني شايف شيء، عم ضيعت ام الطريق ولازم كان اطلع من هون.
اشتغل اخوي اشتغل. ايش في كمان هون؟ يا ليل لمبو لمبو. Don't leave. I can't let you. You're still alive. Before my friends murder you. Tick-tock. Your life's on the line. Wait! Try and find me. لازم ادور على اللي زمكه. الحال خيط. هي راحت كمان اصبعتي. مسك العجيان الصغار بعصبه هذول التانيين. لازم الحق الدم هلا. وين زعيمتكم لك؟ تعال لهون، وين بدك تهربي؟ تعال لهون. What? هلا ظل المكان الوحيد ما فتشنا فيه ادوه. ها What? It's over. ايش هالبوس؟ مات الزعيم هي؟ Mia. We'll make things right. What? Good. I need to get out of this place. هذا So that's who was behind all this? That makes two. Andy. Oh, هلا خالصين. هذا البيت كله خالص. ورجعوا لي أسلحتي. Let's go! Easy boss, شباب! بس هذاك دا 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 بس عليها كان تم. دا 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 بس كانت تخوف. هذا البوس كان يخوف بصراحة. كانت تخوف. فكرته حلوة. هذا الجزء جدا مسلي ومتعة. معناها هلا لازم يصير شيء هون بالقبر شباب. ينفتح هاد. يب هلا لازم ينفتح. في كلمة لا يمكن استخدام هذا هنا. في لوحة. اوكي. شوتجن جديد. بندقية صيد واسعة المدى. هذا اقوى معناه. خلينا نجربه. هلا والله حبايبي.
او ماي جاد ذول كتار. طيب ما اتوقع انه معي. يمكن تخلصنا منهم كلهم. يو بيبي لك والله والله هاجمين على الغلط على الشخص الغلط. ما عاد اعرف الطريق انا ما جيت منه. طيب راح تكون قريبة ما اعرف ليش راح تكون قريبة شباب. اه في لغز هون الكرة الشمس لقيتها. يب هلا هون لازم انتبه شباب شوفوا لانه راح تطير الزمن هذا. او ماي جاد كيف سويتها من اول محاولة. ليتس جو. جمجمة عقيق وعلى العقيق مفتاح صانع آلات الموسيقى وف... لقيناه. طلع هذا هو بيت المزارع اللي ما بعرفه. شوفوا مثلا لو ما لاقي ماني مهتم مين مفتاح صانع الموسيقى مين. اصبحت السيده دونا ابنة الام ريندن متبناه طيله حياتي. عم بيحكي لك قصه هي الصغير كيف طلعت يعني هذا الوحش الصغير قصه تسليكيه و لها علاقه بالام ميريندن. اسمها حلوه هي بيبسي ميريندن ما بعرف. مادلينا الراس فيني ادمجها كان مع معناها شباب في شغلات اذا كان احتفظ فيها بتنباع اغلى مثلا. يعني طلعوا مادلين الراس لازم كان ثاني مره انتبه على الشغلات اللي بتندمج مع بعض اذا دمجتها بتنباع اغلى. اتوقع اني بعت الجسم انا اصلا ما اعرف. هيك تمام شباب ولا ايش؟ بيجي نسيانه ورا بتكون تبع الهجو الغوالي. انا والله حبايبي متأكدين ان لوحة الحجر هون يعني بين الاحجار هدول تبع المقابر بالفيليج. بتعرفوا ايش يمكن مزبوط يعني طلعوا نحن تبع الموسيقى طلعوا وين لقينا معناها بجوز بغرفة ابو الموسيقى يلتقى القبر. تعال افحص الدمج هلا عند ديمتري. تمام ديمتري ديمتري. Does this look familiar to you? مطبخ الدوق. اي والله في عنده مطبخ. اللحم هذا لو ماني با او ماي جاد المطبخ ماني منتبه على المطبخ. رحت انا بعد كل اللحوم. هذا دمجه 700 هذا دمجه 760. لا راح ركز على هذا الشوتجن. والله زعلت اللحم كان بيفيدنا. طيب هلا رح نروح اول شيء لعند صانع هذا. احزنني بشدة ما انتبهت على المطبخ والله. يلا مو مشكلة هلا هي كويسة. والله شكيت الخنزير يعني هن لازم يقول لا يمكن بيعها يجب دمجها ما اعرف ليش بسوى الحركات ما بعرف بالعالم. بلكن لقينا كمان لقدام شباب. يا رب هون لازم هذا ابو الموسيقى يكون عنده شغلات اسطورية. هابي بيرث داي. لن انسى عيد ميلادها الخامس ابدا. ثواني شوي 27/9/17 اوكي
بارة رشاش. تسع في كمان عنده. ها هذا هو. طيب مع الغرفة الثانية تبعي ديمتري. هلا والله حبايبي. قلت لي انت هون قريب. انفتحت هي. هاي كان في قطعة جواتها مزبوط. ما ضربتوا شوت جنات. سوري 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 شباب. هي هي اللوحة البلاطة المكسورة. اوكي بيبي. وي فاوند ات. هلا ديمتري ديمتروفسكي. هذا مو الباب. ما عارف ليش لو بي اس عم بيسوي دروبات يا رجل. تحس مو معالج اي 9 ومو هذا. انا عندي ما في اي. او ماي جاد ايش هذا. نايس. لحم لحم اسطوري لحم اسطوري لحم اسطوري. لسه عم بيصير ما اعرف لو ايش اتوقع. اوكي بده تخطيط هذا الوحش بس ايزي ان شاء الله. يا ابني موت. روحت عليك. او ماي جاد ايش الدمج. اخوي البوس ما طول معي هيك. الله تكون اللوحة محرزة على فكرة. مستحيل. ما ضل معي طلق يعني. ساعجوني هدول. هجوني لسه عجيان الجبل. انا كيف بتخلص هلا من عجيان الجبل؟ منيح قلت شاد. عم بدمج لك. عم صده عم بدمج. نايس وي ديد ات جايز. قتلت زعيم اقوى من القادة اللي واجهتهم. كلفني موارد اكثر من القادة اللي قتلتهم. تقريبا فضيت كل رصاصي عليه. كل الهيلث اللي كان معي. كل شيء لقيته. كان اخر شيء يعطيني كأس الشرب ما خاصة ازرق.
مو ازرق خالص. هربت كائنات اكثر من الكائنات اللي طلعت لي من اول اللعبه لهلا. انا توقعت راح يطلع لي هلا معلم روكيت لانشر، فهمت كيف؟ اروح اكبسه بكرش ديمتري. يعني هذا المعنى الحقيقي انك ريدت، واخر شيء بالفعل طلع ريدت بيت خشب وطلعوا عاملين ديسباون. 18000 بالاخير. العملاق حقه اكثر من الكنز. الزعيم الثالث. السلام عليكم اخوي. السلام عليكم. Don't stop, we gonna make the dang go. We gonna make the dang go. We gonna make the dang go. Don't stop, we gonna make the dang go. We gonna make the dang go. We gonna make the Don't stop, we gonna make the dang go. We gonna make the dang go. We gonna make the dang go. Don't stop, we gonna make the dang go. We gonna